في إطار جهود محاصرة فيروس كورونا، يعمل المجمع الصناعي الوطني الخاص دبندهبة بمستغانم بالتعاون مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين تصنيع الوسائل الوقائية الموجهة للأسلاك الطبية وشبه الطبية. قام مجمع سيدي بندهبة كوابل سيدي بندهبة بتمويل العملية، وذلك كبداية لإنجاز 80,000 كمامة بارت و 9,000 بدلة واقية قنبلية. لإنجاح العملية تم تخصيص ثلاث مؤسسات تكوينية، اللي هي مركز التكوين المهني وتمهين خرمة، مركز كليشيش بندهبة، ومركز حسين ماش، وكذا مركز سيدي مخبر. كمرحلة أولية شرعنا في تعقيم هذا السيت دو رياليزاسيون المراكز لمباشرة عملية إنجاز هذا المشروع. المجمع الذي يضم عدة وحدات صناعية يسعى لرفع القدرات الوطنية للكشف عن وباء كورونا بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري لاستيراد مخبر كامل مجهز بالمعدات الطبية، كما سيدعم تكتل جمعوي بمادة التعقيم وملصقات والمطويات التحسيسية.